قال: هل سمعت قصيدة عبد الله القاضي الجياحي الموسومة من الأدلة الواضحة في انحراف الحجوري والحجاورة؟ وذكر فيها أن الشيخ يحيى بدع عثمان ويخطي الصحابة. والله يا ويله، هذا من الله سبحانه وتعالى، يا ويله من الكذب هذا الذي يكذب به على هذا الرجل. فالشيخ يحيى مصلح مظلوم، إي والله إنه مصلح مظلوم، فيا ويل هؤلاء، أين يريدون؟ هذا قد أخذ من مستنقع الإخوان المسلمين، أتى به أخونا علي حفظه الله تعالى. علي من هو يرجع؟ صاحبنا كان جياحي، أتى به من مستنقع الإخوان المسلمين، وأتى وزكى عند الشيخ يحيى وأحسن إليه الشيخ يحيى، لكنه لئيم، ماذا تصنع باللئيم؟ ورجل بلوى على المسلمين. فمثل هذا لا تستغرب أن يصدر منه ما ذكرته، وأن الشيخ يحيى بدع عثمان، حسبنا الله ونعم الوكيل. قد قالوها في الشيخ مقبل، كان عندنا هنا في الحامي واحد معه رسالة للشيخ مقبل فيها أجوبة لبعض الأسئلة، ومن ضمنها أذان عثمان، وذكر أذان عثمان وتعرض له أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأذان، وهو بدعة، تكلم عن الأذان وقال بدعة، وابن عمر يقول بدعة، وهو مسبوق بابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه بدعة، ومقصود ابن عمر كما في حديث هشام بن غاز البدعة الشرعية أنه محدث لم يكن على عهد رسول الله، فلذلك ترك المسجد ذاك. فحملوا الشيخ مقبل ما لا يتحمل، فقالوا الشيخ مقبل يبدع عثمان باللازم، هذا ما هو لازم يبدع عثمان. وهؤلاء طاروا بها كلما طار، أخذوها من كتاب الجمعة للشيخ وذهبوا عند أهل نجد وعلماء المملكة، والحجوري يبدع عثمان، حسبنا الله، وكذب ما في حرف في تبديع عثمان أنه قال عثمان مبتدع، يتكلم ويقرر مسألة الأذان، وذكر جملة من يعني ذكر كلاما لعلمائنا المتقدمين والمتأخرين في إنكار هذا الأذان، فمنهم من قال محدث، ومنهم من صرح بأنه بدعة، ومنهم من صرح بأنه بدعة، وممن صرح بأنه بدعة ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وهكذا شيخه مقبل قبله صرح بأنه بدعة. فلماذا الشيخ يحيى يتهم بهذا بأنه يقول بأن أذان عثمان بدعة؟ غير جناء، وأنا المعذب فيكم وكأنني سبابة المتندمين على أنه على قولكم هذا، وإلا هو ما هو ليس ببدع من القول أتى به، فقد سبقه ابن عمر الصحابي الجليل، ولا أحد قال ابن عمر بدع عثمان، والله ما في أحد قال ابن عمر بدع عثمان أبدا، لكن لوازمكم هذه التي تدل على جهلكم وعلى حماقتكم وعلى حسدكم وبغيكم، وإلا ما في أحد قال ابن عمر معناه أنه تبدع أمير المؤمنين عثمان، مش حد شن عليه. فهذا الرجل مفتري والعياذ بالله، ونخشى عليه أن يصيبه بلاء من الله سبحانه وتعالى. يا أخي لا تكذب على خصومك ولا تفتري على خصمك، وإن كان خصما لك ولو كان يهوديا لا تقل ما ليس فيه، فإن من قال في مسلم ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى ينزع عن ذلك. فما فيه حرف واحد في كتاب الشيخ أحكام الجمعة أن عثمان مبتدع، ولكنها الأهواء تتجارى بكم، وهكذا يخطئ الصحابة. من أين هذا الكلام يخطئ الصحابة؟ يخطئ الصحابة إن كان هناك صحابة كما هو معلوم عند أهل العلم ومقرر عند أهل العلم أن أحدهم ليسوا بمعصومين، أن أحدهم وقد اختلفوا فيما بينهم رضوان الله تعالى عليهم، وأما إجماعهم فهو معصوم، لا تجتمع أمتي على ضلال، ولا يجوز تخطئة إجماع الصحابة، ومن خطأ إجماع الصحابة يخشى عليه من الانحراف البعيد، يخشى عليه من الانحراف البعيد. وأما أحد الصحابة، من يدعي للصحابة العصمة ويقول أحدهم معصوم لا يخطئ؟ نحن لسنا روافض ندعي لأئمتنا وذرة أئمتنا الصحابة أنهم معصومون وأن أحدهم معصوم، ما نحن روافض، هذا منهج أهل السنة معروف في هذا الباب. فقد يقول الصواب مع أبي بكر يتكلم الشيخ، وعمر ما أصاب في هذا، قد يقول الصواب مع ابن عمر، وابن عمر عبد الله بن عمر ما أصاب، ابن عمر ما أصاب في هذا، قد يقول الصواب مع ابن عباس، عبد الله بن عمر ما أصاب، معناه يخطئ الصحابة، معناه يطعن في الصحابة، ما أدري ما هذا الفهم السقيم الصادر عن حسد وعن بغي وظلم والعياذ بالله. يا أخي ما أنصح الإخوان يعرجون على القاضي، من هو القاضي هذا حتى نعرج عليه؟ والله من هو؟ لا يردون عليه لا شعرا ولا نثرا، يتركوا يهدرم
ويتركه يبقبق، فما أكثر المبقبقين في هذا الزمان، ما أكثرهم لا كثرهم الله، فأتعبوا الناس وأشغلوا الناس. ما ننصح والله إخواننا أنهم يلتفتون لهؤلاء المدبرين، قلنا لكم هذا حزب مدبر، هذا حزب فاجر لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة، أي في السلفيين يعني، لا يرقب في السلفيين إلا ولا ذمة، ولا يخافون الله فينا. فنشروا عن الشيخ رشاد أنه في مركزه يعلم الصبيان كذا وكذا، أسئلة حتى اضطروا أنه يردوا أني ما أعلم أحد بمركزي ولا أقول بهذا، من أين لكم هذا؟ ونشروا على أنه في دار الحديث بالضالع هذا الشيء، وأن طفل من الأطفال يسأل كذا وكذا ويجيب عن منحرفين هذا الطفل، وقد كان الشيخ مقبل يسأل الأطفال، يسأل الأطفال عن الزنداني، يسأل الأطفال عن محمد المهدي، يسأل الأطفال عن كذا وكذا من المنحرفين عن الحزبية وغير ذلك. هذا ما هو يعني حرام أن الطفل يسأل، لكن لماذا تقولون أن هذا عند الشيخ رشاد في مركزه؟ هذا من البغي والله، من الظلم ومن الكذب على أهل السنة. هؤلاء قوم منحرفون، منحرفون، فلا نشغل أنفسنا بهم. فبعضهم يراسلني وهو معمر القدسي ويقول: يا أبا بلال سمعنا كلام لك صوتية تكلم في المشايخ، يا أبا بلال حرام، يا أبا بلال ستقف، يا أبا بلال ستفعل. أنا والله أني أرفع رأسي بالكلام فيكم، وأعتبر هذا من أبر أعمالي إن شاء الله عند الله سبحانه وتعالى، أني أتكلم في أمثالكم من أهل الهوى الذين فعلتم وفعلتم، والله أن صدري منشرح لو في نفسي قليل هكذا لتركت، لكن أشعر أنني مرتاح من الكلام في أهل الهوى. وأنتم صرتم في اليمن من ذروة أهل الهوى في الشغب علينا، خصوصنا الشغب علينا على خصوص أهل السنة، من ذروتهم شاغبوننا، وصرنا شغلكم الشاغل، ما معكم مشغل إلا الحجوري الحجوري الحجوري، وصار الردع عليكم نراه من المبرات ونراه مما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى، فلذلك تتألمون منه، والله أنهم يتألمون مما يخرج من هذا. وهو يقول: يا أبا بلال من ذا المطمطة حقه، وقد كلمنا الشيخ يحيى، والشيخ يحيى قال أنا قد سامحت هؤلاء. نعم سمعنا قبل ما تخبرنا أنه قال: جميع الناس في حل من أمري إلا الرافضة، إلا الرافضة، وليس معنا ارتضى منهجهم أبدا، ولكنه رجل سمح، هذا من مناقبه كما سامح شيخ الإسلام أولئك الفقهاء الذين كانوا يؤذونه وتسببوا في سجنه، فقال: كلهم في حل هؤلاء من أمري ومن عرضي، كلهم في حل. هذا يدل على دين ويدل على خير وصلاح في هذا الرجل، أنه قال على كرسيه: كل الناس في حل من عرضي إلا الرافضة، إلا الرافضة. فهذا شيء تنازل فيه عن نفسه عما يخصه، أما عن منهجه وعن دينه وعما فعله في الدعوة السلفية وقال هم سلفيون، أين هذا؟ هذا اضحك على العدمان من أمثالك، هذا نعتبره من مناقب الشيخ والله، أنه يقول كلهم في حل، حتى هؤلاء اللي عادوا المشايخ ذا كلهم في حل من عرضي. ما هو معنى أنهم ما هم حزبيون؟ أنت ما تفهم. ما أنا إن شاء الله ما تستطيعون علي بإذن الله، فأنا أدعو الله أن يثبتني على هذا الخير ويجعلني سبب في دقدقتكم وغيركم من المحرفين. الحمد لله الذي شرح صدري لهذا، فهذا من أعظم الدين أنك ترد على أهل الأهواء وعلى هؤلاء الملبسين. الله اختارك أنت مسكين، الله أقامك هذا المقام، وصاروا يتألمون، هذا نعمة. لا أحد يهزك، انتبه أنت وستقف بين يدي الله. سأقف، هذا العمل إن شاء الله سيسطر لي بإذن الله، ما يكون علي. إيش من إجرام فعلته في الدعوة السلفية في اليمن؟ فرقتم المسلمين، فرقتم أهل السنة، وأيتم الرافضة،